قررت ما تسمى باللجنة اللوائية الإسرائيلية توسيع البناء الاستيطاني في المثلث الغربي شمال القدس المحتلة على أراضي قرى لفتة وبيت إكسا وبيت حنينة تحت وشعفاط لتوسيع مستوطنتي رموت ورمات شلومو بواقع 1703 وحدات استيطانية جديدة. الجانب الإسرائيلي بين الحين والآخر يعلن عن بنايات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة. حقيقة ما يجري الآن في قضية شمال غرب مدينة القدس من المستوطنات توسيعها هي ضمن السياسة الإسرائيلية، ضمن البرنامج الإسرائيلي، باعتبار أن القدس ستكون ذات أغلبية يهودية وأقلية عربية، وبالتالي زيادة عدد الوحدات السكنية بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية تهدف إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. أولا قبل قلب الميزان الديموغرافي للصالح الإسرائيلي، وخاصة أن عدد السكان الفلسطينيين اليوم وصلوا إلى 39% من إجمالي عدد السكان في حدود البلدية. ووفق المخطط ذاته سيتم توسيع مستوطنة راموت على الجانب المقابل لمستوطنة رامات شلومو بسلسلة من المباني والأبراج السكنية بواقع 1200 وحدة استيطانية على حساب أراضي لفتة المهجرة وعلى أراضي بيت إكسا بمنطقة السهل لتشكل جدارا استيطانيا من الغرب إلى الشرق. في نفس الوقت أيضا عملية الدمج ما بين القدس الغربية والشرقية عن طريق إقامة البنى التحتية، سكك حديدية، جسور، أنفاق إلى غير ذلك من هذه الأمور، لربط هذه المستوطنات وجعل هذه المدينة قابلة للسكن بدلا أن تكون طاردة للسكان. لأنه حسب الإحصائيات الإسرائيلية تتكلم عن هجرة يهودية من داخل مدينة القدس باتجاه منطقة تل أبيب أو المناطق الخارجية، وبالتالي هذه التوسع الاستيطاني بالإضافة لجعل مدينة القدس ذات أفضلية قومية وعاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية، ولها كل الميزانيات وكل الإمكانيات واتفاق كل الأحزاب الإسرائيلية أن القدس هي العاصمة غير قابلة للتقسيم. ما يجري الآن في داخل مدينة القدس هو ضمن هذا البرنامج الذي سيجعل مدينة القدس مستقبلاً عاصمة لدولة واحدة يصعب فصلها، وفي نفس الوقت أغلبية يهودية 88% يهود و 12% عرب. ويتضمن المخطط بناء جسر فوق الشارع رقم 1 الذي يتفرع منه نفق أسفل مستوطنة التلة الفرنسية وجبل المشارف باتجاه مستوطنة معلي أدوميم، والفرع الثاني على أراضي شعفاط باتجاه مستوطنة جفعات زئيف ومستوطنة النبي يعقوب. لانا كاملة، القدس.